حقيقة كابتن، من اللقطات المهمة ان انت دايما تحافظ على تركيزك دي اثناء حقيقة. الانتقاد واثناء الناس اللي بتنتقص من قدرك. ففي الحقيقة دايما سياستنا واضحة وصريحة، وهي الالتزام بالميثاق الاعلامي وعلى النواحي الرياضية، بالرد بيكون في الملعب. دي حقيقة. فشايف ازاي النهاردة، رغم الكلام اللي تم توجيهه لنادي الزمالك من بعض الاشخاص في الاعلام، وحضرتك دلوقتي متابع جيد للمشهد وقاعد في قناة الزمالك وقدامك كاس السوبر، والرد كان بالصورة او بالفريم اللي احنا بنصدره بص، دلوقتي للمشاهد. انا لو عايز ارد على الناس دي ارد عليهم ان انا في الاخر ما ينفعش اقلل من الزمالك او اقلل من الاهلي. يعني انا اهو كراجل زملكاوي، انا ما اقدرش في يوم من الايام اطلع اقلل من تاريخ النادي الاهلي او صحيح من النادي الاهلي. نفس الوضع العكس، احنا طول عمرنا ان هي لو الموضوع بالتسيد او بال طب انت من سنتين يا حازم كان الزمالك هو المتسيد المشهد، وكان هو اتنين دوري ورا اتنين بعض دوري واتنين كاس. عمر ما واتنين حد كاس من ما قبل مباراه اهلي وزمالك، حتى لو انت المسيطر والمتسيد، ان انت تقلل او تقول ان المباراه مش 50 50 مهما كانت امكانياتك، مهما كانت اي حاجه. فانا يعني بقول لك المباراه دي درس للجماهير، ان ما فيش حاجه اسمها ثقه وفيها انها كمان يا كابتن. مكسب لو قبل تسمح لي اضيف على كلامك حاجه، الصوره دي تخلي اي حد قبل ما يفكر ان هو ينتقص من نادي الزمالك او يتكلم على نادي الزمالك تاني يفكر 100 مره. اه طبعا طبعا. لان انا وبعدين انا بقول لك من الناحيتين، انا ما اقدرش كزملكاوي اقلل في الاهلي، ولا اي صحيح، اهلاوي يقدر بتفق معاك جدا يا كابتن في الحقيقه. يقلل من الزمالك. صحيح وحتى بقول لك حتى الزمالك لو كان في فتره كان سيء وفي المركز مركز 15 وبيلعب الاهلي وهو في المركز الاول، هاجي اقول لك نفس الكلام 50 50. صحيح لان المباراه دي ليها معايير خاصه، ليها طابع خاص، صح. ليها حوافز ودوافع من اللعيبه في ان هم عايزين يرجعوا. مالهاش دعوه، دي بطوله اللي هي بتقال عليها بطولتين مش بطوله واحده. صحيح انت لما كسبت السوبر الافريقي امبارح انت كاسب، غير لما أول امبارح اول امبارح انت لو بتلاعب الترجي او الوداد انت في الاخر كاسب بطوله سوبر بس، صحيح ولكن انت بتلاعب المنافس الغريم التقليدي. الغريم التقليدي معاك المنافسه، وهتفضل المنافسه طول عمرها سواء محليا او افريقيا او عربيا ما بين الزمالك والاهلي.